الاستوديو السيدة لينا قنوع، محللة أسواق مالية عالمية في مجموعة إكويتي. أهلا بك أستاذة لينا. يعني اليوم الأسواق لاحظنا أنها تفاعلت بشكل إيجابي، لكن ليس بالشكل المتوقع منها مع خطة التحفيز الأمريكية. برأيك هل رفع الضرائب هو سبب أم أن هناك أسباب أخرى؟ نعم، بالفعل خطة الإنفاق التي أقرها جو بايدن لدعم البنى التحتية كانت موجهة للبنى التحتية وكبار السن وغيرها من الأمور الأخرى المتعلقة. فلاحظنا أنه هناك هذه الخطة تدعم البنى التحتية من خلال رفع الضرائب من 21% إلى 28%. يعني هناك توجه المتداولين نحو أسواق الأسهم المرتبطة بالنمو الاقتصادي والدورة الاقتصادية. فهناك أسهم سوف تستفيد من تلك الشركات، لكن هناك يعني لاحظنا مثلا سهم تيسلا ارتفع أمس بنسبة 5%، وأيضا نشاهد قبل الافتتاح ارتفاعات لتيسلا وأيضا مؤشرات الاس ان بي 500 وأيضا ناسداك كان هناك ارتفاعات إذا ما قارناه بمؤشر داو جونز كان على تراجعات. فهناك حالة من القلق تشوب الأسواق من خلال التمويل الذي خلال تمويل تلك الحزمة أو حزمة الإنفاق من خلال رفع الضرائب ربما ستؤثر على ربحية الشركات. فلدينا مؤشر أو معيار البي إي جي وهو يعني المقياس العائد سعر السوقي بالنسبة للعائد على السهم، فبالتالي هذا يتجه نحو الأسهم. فهناك مخاوف من توزيعات الأرباح وأيضا من أرباح الشركات، فهذا يثير القلق، فبالتالي سوف تكون عملية الانتقائية هي التي سوف يتجه بها المتداولين في الفترة المقبلة. نعم، أيضا الأسواق اليوم تترقب اجتماع أوبيك بلس، هل هناك هل تتوقعين أي مفاجآت؟ بالنسبة لاجتماع أوبيك بلس لا أتوقع أي مفاجآت، فسيكون هناك تمديد للإنتاج كما هو وأيضا التخفيضات الإضافية من قبل السعودية بمقدار مليون برميل يوميا، لكن لاحظنا أن الانخفاضات التي شهدناها في شهر مارس بأكثر من 3%. لكن عموما رغم هذا الانخفاض لاحظنا ارتفاعات من بداية هذا العام، نحن نتحدث للخامين تقريبا بارتفاعات ب 22%، ارتفاعات جيدة دعمت هذه الارتفاعات هي التوقعات بالتعافي الاقتصادي، لكن الانخفاضات هي نتيجة كان الضغط من قبل الإغلاقات الاقتصادية في دول أوروبا وخاصة من فرنسا تعلن عن إغلاق ثالث بسبب موجة فيروس كورونا. أيضا في توقعات للطلب العالمي على النفط من قبل أوبك تتوقع ب 300 ألف برميل يصبح 5.9 مليون برميل يوميا، فبالتالي هذه الارتفاعات بإجمالي الطلب العالمي سوف يصل تقريبا إلى 96 مليون برميل يوميا إذا ما قارنا بمستويات ما قبل الجائحة في عام 2019 تحدث عن 100.1 مليون برميل يوميا. ماذا عن الذهب باختصار؟ بالنسبة لأسعار الذهب متجهة طبعا اتجهت نحو الارتفاع، لكن شهدنا من بداية عام 2021 انخفاضات 9% بعد الارتفاعات التي حققها في عام 2020 ب25%. هذه الانخفاضات التي شهدناها خلال الجلسات الأمس بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الذي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 14 شهرا. أيضا التضخم في أغلب البلدان منخفض نسبيا، ويعني التضخم انخفاض يعني هناك انخفاض في الطلب على الذهب، وهذا يعني الذي عادة يتم استخدامه كأداة تحول ضد مخاطر انخفاض القدرة الشرائية للنقد. لكن على المدى الطويل التوقعات لأسعار الذهب سوف تكون يعني احتمالات الارتفاع واردة بسبب أبقى أسعار الفائدة منخفضة حتى نهاية عام 2024 وتوقعات نتيجة حزم التحفيز الأمريكي والإنفاق متوقعين يكون في ارتفاع في التضخم. شكرا أستاذ الفكرة. أستاذة لينا قنوع محللة أسواق مالية عالمية من مجموعة إكويتي جروب. شكرا.